السلام عليكم، معكم جمال العبابسي ممثل مغربي. الحضور ديالي اليوم الميغاراما لحضور غادي نحضروا الفيلم، العرض ما قبل الاول ديال الفيلم دوار العفاريت اللي هو من اخراج الدكتور بوشعيب مسعودي والانتاج ديال رشيد الحجوي. هذه تجربة اللي هي تجربة كتبقى يعني نوعية، بحكم ان السي بوشعيب المسعودي هو رجل يعني اللي اشتغل كثير في الوثائقي، في الافلام الوثائقيه كمخرج، وعنده كتابات يعني مؤلفات بخصوص يعني الشان السينمائي كالطب والسينما. فالرجل عنده حموله يعني في المجال السينمائي. تجربه كانت رائعه مع واحد طاقم يعني تقني وفني، كانوا يعني ممثلين شباب اللي هما يلاه بادين في المسار ديالهم، واللي عندهم حتى هما يعني الكلمه ديالهم غادي يقولوها ان شاء الله في المستقبل القريب. ف يعني الشباب كيبقى يعني هو الرافعه الحقيقيه ديال الفن. على داكشي خصنا نزودوا الشباب ديالنا باشياء جميله، باشياء اللي عندها علاقه بالفن بالثقافه، اشياء ديال الابداع وديال كل ما هو عنده علاقه بلا 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 يعني بالخلق والابداع، يعني خلق الاشياء الجميله اللي عندها علاقه بالمعيش اليومي، باشياء اللي كنعيشوها احنا كمجتمع. فالفن هو ما نقدروش نفصلوه على الـ على الـ على الحياه الاجتماعيه والحياه اليوميه تاع الانسان. تحيه لهاد الشباب لانهم كيبقاو هما كما كنقولوا الخلف ديالنا. ومرحبا بكاع الشباب، يعني كاين الحديث كثير على اصحاب الانستغرام وهذا جايين هنا. هذه غير هضره، خاصنا نحاولوا نتجاوزوا هذه الامور، لان كل واحد عنده حق يمارس يعني الفن الا ولا خصو يزيدوا الوليدات، واخا هما يعني من الانستغرام يحاولوا ياخذوا الاباجيديات ديال التصوير ديال الوقوف فوق الخشابه، يحاولوا يعني يلامسوا الفن بعيد على ما هو انستغرام، على ما هو يعني دي فيديو دي ريل دي ستوري من هنا. مرحبا بكاع الوليدات، لا من الانستغرام لا من كاع السوشيال ميديا منين ما جاو. حنا راه مزيان يكونوا عندنا الشباب ديالنا كيهتم بهذا المجال، لان حتى واحد ما دايم فيها. حنا راه ما كناش ممثلين وما كناش في هذا المجال وما غاديش نبقاو، وهذه هي سنه الحياه. شريط سينمائي دوار العفاريت اللي لما اتصل بي السي رشيد الحجوي المنتج ديال هذا، يعني عجبتني الفكره، عجبني الدور ديالي، ومشيت يعني صورت في واحد الاجواء جميله جدا في مدينه القصبه، لا من الساكنه ديال هذيك المدينه ولا من المنتج رشيد الحجوي. انا اقولها يعني وانا مفتخر، علاش؟ لان منتج في مستوى، ويا ريت المنتجين يكونوا بحال هذا الرجل هذا، لانه تعامل مع الممثلين خوته عائلته، يعني كيحس بك. والمخرج سي بوشعيب مسعودي كانت واحد العلاقه جميله جدا، يعني كيحترم الفنان والفنان ثاني كيحترم المخرج. وانتم حضرتوا معنا في الكواليس ديال دوار العفاريت وشفتوا الاجواء كيفاش دايره. ف يعني كان واحد المده ديال التصوير، مده ديال المونتاج، ديال الميكساج. فاحيي الطاقم الفني والاداري والتقني والفنانين كاملين، ونتمنوا حظ موفق لهذا الفيلم هذا وينضم لقائمه الافلام السينمائيه المغربيه. بكل صراحه انا الفيلم ديال الاخوان حتى هو الحمد لله يعني غادي في واحد الاتجاه جميل جدا، لان فيه الجيل الجديد والجيل القديم. وهذا الشريط دوار العفاريت حتى هو نفس الطريقه، يعني فيه جوج ديال الاجيال، فاحنا بغينا كلهم يطلعوا. علاش غنقولوا هذا طالع ولا هذا نازل؟ بغينا هذا الشيء كله من اجل الفنان. ملي غيكثروا الافلام السينمائيه غيوليو الافلام وليو ممثلين غيتحركوا غيخدموا، هذا هو اللي كنتمناو، حظ موفق سواء الاعمال السينمائيه اللي كنشاركوا فيها ولا اللي ما كنشاركوش فيها. حنا ملي كيكون عمل ناجح الناس في الزنقه كيقول برافو داكشي اللي كديروا راه زوين واخا ما مثلش فيه. ملي كيكون شي عمل فاشل بطبيعه الحال راه الناس كينتقدوا كيقول واش هادشي اللي كديروا لينا. فنتمناو يعني اي مخرج ولا منتج الا بغى يدير شي عمل الا يكون عمل في المستوى. راه الجمهور المغربي ما معاش تفليه وما معاش الضحك. كان عندك شي حاجه مزيانه زيد، ما كانش عندك دبر على شي حرفه اخرى. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.